بعد اذنكم رساله بس للناس اللي هي بتسمع عن سينا بس، احب ابلغ الناس الانهاس والارهاب مش انا بس اللي بتصاب، ناس كتير بتصاب، مش عارفين يعني ايه واحد يبقى جنبك ويستشهد، مش عارفين يعني ايه صاحبك قدام عينك يموت. طبعا انتوا مش حاسين دوت بتسمعوا عنا بس، لا الموضوع كبير، يا ريت ما نستهونش بيه. الناس اللي في سينا دي انتوا مش حاسين بيهم، ان هم يناموا في وسط الجبل يصحى يلاقي الخيمه واقع عليه، باقل مجهود مننا بنلاقي خسائر وما بنقولش ان احنا وقفنا. بلغ رساله للارهاب انا ما تاثرتش وهكمل ان شاء الله، وزي ما انا واصحابي اللي هناك بعد ما انا اتصبت كل واحد فيهم كان يموت واحد ارهابي كان يبعت له صورتي يقول لي انا جبت لك حقك. طبعا انا حقي طبعا احب اشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على التكريم دوت، واشكر سيادته ان هو رقاني لرتبه ملازم اول. شكرا. الملازم اول احمد محمد عبد اللطيف، ملازم الصاعقه الذي كرمه الرئيس السيسي بعد اصابته في سيناء، نموذج لشباب ما اعتبرش انه رجله لما راحت انه حياته راحت، هو افتكر كده، لكن لما وعد القائد العام ان هو هيكمل طريقه كمل طريقه. ده نموذج لكل الناس اللي بتشتكي، كل الشباب الكتير اللي بيشتكوا، الناس اللي قاعده على القهاوي، الناس اللي ما بتدورش على شغل، الناس اللي مستنيه شغل بالافات ويقول لك لا انا مش هشتغل. ده الملازم، ده اللي هو لسه في عز شبابه، ويمكن بالنسبه لناس كتير حياته تكون راحت، لكن هو استمر واصر على النجاح وتمثيل مصر.